لكل صحابي الحلوين، دلوقتي هحكي لكم حكاية لؤلؤ. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لؤلؤ بنت حلوة وجميلة ورقيقة ومؤدبة، لما تشوفها تلاقيها بتلقلق زي نجوم السماء. ولؤلؤ كانت زي البنات الشاطرين اللي بيحبوا أوضتهم نظيفة ومنظمة ومرتبة وكل حاجة محطوطة مكانها. وكانت لؤلؤ تحب تعتمد على نفسها، ما كانتش تحب تتعب مامتها معاها. كانت بتوضب أوضتها لوحدها، وكانت بتذاكر دروسها لوحدها. وكانت لؤلؤ بتقول: أنا ما بقتش صغيرة ولازم أتعلم كل حاجة وأعملها بنفسي عشان لما أكبر أبقى شاطرة وأعمل كل حاجة لوحدي. وكل يوم تقف لؤلؤ قدام مرايتها تسرح شعرها وتوضب نفسها وتقول: أنا لؤلؤ لؤلؤ لقلقة، أنا لؤلؤ شمس مشقشقة. وتنزل لؤلؤ جنينة بيتها تسقيها وترعيها وتحافظ عليها، وبعدين تأكل قطتها وتمشي تتمشى براحتها وتلعب رياضتها عشان تحافظ على صحتها. وكانت لؤلؤ كل حاجة تطلبها مامتها وباباها بيجيبوها لها. ورجعت لؤلؤ بيتها، دخلت أوضتها لقت أختها بتلعب في حاجتها. لكن لؤلؤ البنت الجميلة ما زعقتش لأختها ولا زعلت منها، هي عارفة إنها لسه صغيرة، وقالت لها: ما ينفعش تلعبي في حاجتي، ولما تعوزي حاجة استأذني مني. وتأسفت أختها وقعدت لؤلؤ تلعب معاها. وبعد شوية قالت لؤلؤ لأختها: تعالي نساعد ماما في المطبخ ونعمل حاجة حلوة هي بتحبها. وعملوا مع ماما أحلى كيكة ماما بتحبها. وعشان لؤلؤ شاطرة وبتساعد مامتها وبتحب أختها، مامتها وباباها بيحبوها قوي وبيجيبولها كل حاجة نفسها فيها. وفي يوم طلبت لؤلؤ من مامتها تروح عيد ميلاد صاحبتها. يا ماما ممكن أروح عيد ميلاد صاحبتي وأجيب لها هدية حلوة؟ وافقت مامتها وادتها فلوس تجيب هدية حلوة لصاحبتها. ومشيت لؤلؤ وهي في طريقها قعدت تفكر تجيب ايه في عيد ميلاد صاحبتها. يا ترى اجيب لها ايه؟ اجيب لها لعبة ولا اجيب لها شنطة؟ ولا احسن حاجة اجيب قصص حلوة تقراها وممكن تعجبها. وفجأة وهي ماشية لقت ست عجوزة قاعدة عمالة تعيط. والست العجوزة قالت لها: ساعديني يا بنتي ساعديني، أنا مش قادرة وتعبانة وجعانة ومش معايا فلوس أجيب بيها أكل ولا روح بيها. وفكرت لؤلؤ بسرعة في الفلوس اللي معاها وديتها للست العجوزة وساعدتها. والست العجوزة فرحت قوي وفضلت تدعيلها وتقول لها: ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يرزقك بكل حاجة حلوة يا رب. وفرحت لؤلؤ قوي إنها ساعدت الست العجوزة وقالت: أنا كده هروح العيد الميلاد من غير ما أجيب لصاحبتي هدية عشان مش معايا فلوس، بس أنا لو حكيت لصاحبتي اللي حصل هي مش هتزعل، أهم حاجة إن أنا ساعدت الست العجوزة. وراحت لؤلؤ لصاحبتها وحكت لها، وصاحبتها فرحت قوي باللي عملته وانبسطوا مع بعض في العيد الميلاد وتصوروا صور جميلة. ورجعت لؤلؤ بيتها وحكت لباباها ومامتها اللي حصل، وهم فرحوا بيها قوي عشان لؤلؤ بنت حلوة ومؤدبة وبتساعد الناس وكل الناس بيحبوها. مين الشاطر اللي هيبقى زي لؤلؤ؟ وتوتة توتة وخلصت الحدوتة، واستنوا معايا حدوتة جديدة من حدوتة جيل. قولولي بقى يا ترى اللي لؤلؤ عملته صح ولا غلط؟ علشان ما ينفعش تكتبوا كومنتات على اليوتيوب، ابعتولي رأيكم على صفحة الفيس حدوتة جين، وهبعتلكم اللينك في صندوق الوصف. اشتركوا في القناة واعملوا لايك.